السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اليوم بدي أزرع ليمونة. هاي الليمونة شريتها بتنكة، طبعا هي ليمونة شهرية. طبعا الليمون يزرع من نهاية فصل الشتاء وحتى يعني شهر 5، وبعد يعني نهاية الربيع إجمالا. لما تيجيكو شجرة، هاي عمرها 2 سنين تقريبا، لما يجيكو شجرة داخل تنكة لازم أول إشي جيبوا سكينة. ما بنصح إنكم تزرعوا، يعني تفتحوها من تحت، لازم تفتحوها من تحت، لازم تفتحوها من تحت، وإلا راح تخمج الجذور وراح تموت الشجرة. أنا بنصح كمان إنكم ما تنزلوها بنفس التنكة، لا بتجيبوا سكين وشاكوش وتفتحوها كاملة، وبتزرعوها بدون تنكة نهائياً. طبعا لازم تكون الشجرة مروية زي ما انتم شايفين، انا شريتها مروية وراح افرجيكم الان الحفرة اللي حفرتها. طبعا قبل ما نشتغل او نزرع اي شجرة لازم نحفر حفرة. انا التربة اللي عندي تربة حمرة طينية، لازم نحفر حفرة ولازم تكون يعني الشجرة كلها نازلة بالحفرة اللي حافرينها. قبل ما نزرع شجرة الليمون ممكن انه نضيف سماد عضوي للتربة. ما بنصح انه نضيف سماد كيماوي لانه لسه بتكون الجذور مش متماسكة يعني بالارض، فبنصح انه ممكن انه نبل سماد عضوي او زبل عضوي معالج ومنحط بالحفرة ومنحط عليها شوية تربة ومن ثم بنحط الشجرة وبنزرع. زي ما حكينا لازم نفتح هاي التنكة، ويفضل انه نفتح التنكة قبل ما نزرعها. في ناس بتفتحها بس من تحت وبتزرع، هذا الاشي غلط لانه الجذور على الجوانب يعني ما بتطلع، فهيك انت راح تحصر الجذور النبتة. لا افتحها وشيل الغطاء عن التنكة كاملة ومن ثم ازرع. طبعا زي ما حضراتكم شايفين بنجيب سكين وبنجيب شاكوش ونحاول نشيل التنكة كاملة زي ما ذكرنا، بس بدكم تديروا بالكم انتم تشيلوها لا تنجرحوا يعني. طبعا بعد ما شلناها من التنكة بنحطها فورا بالحفرة اللي حفرناها ومنبلش ننزل بالتربة من حول الشجرة. من حولها طبعا بنكبس على التربة بإيدنا حتى إذا في هواء يروح. زي ما حكينا بنحوط أو بنعمل زي دائرة حول جذع الشجرة حتى ما يجي مي وتتجمع المي حول الجذع ويصير في عنا تعفنات بالشجرة. الرية بعد الزراعة لازم تكون رية مشبعة غمر، وبعدها لازم ننتظم بالري. يعني أنا حاليا عم بروي هذا الحوض زي ما عملنا زي فواصل، زي ما انتم شايفين عملنا زي فواصل حتى المي تبقى بهاي المنطقة. زي ما حضراتكم شايفين لازم تكون رية غمر أو مشبعة، ومن بعدها بصير في عنا انتظام بالري. ويعطيكم العافية.